نروح معاكم اليوم على أول خبر وأكبر خبر وأهم خبر إحنا الحين عايشين فيه، وهو افتتاح من فعاليات موسم الرياض، افتتاح منطقة بوليفارد سيتي. تخيلوا منطقة كاملة تم بنائها وتشييدها على أيدي شركات سعودية في 4 شهور فقط، وهذه المنطقة فيها العديد من المطاعم المحلية والعالمية، وفيها مسارح وتسعة استوديوهات عالمية. أتوقع كذا يا ريم جاوبناك صح. وفيتي وكفيتي يا أودي. يعني صراحة كنت أتساءل مع أودة وأقول لها اليوم افتتاح البوليفارد، يعني أم وندرينج إيش في غير المطاعم، فهذا الإجابة كافي. يعني صراحة أشياء كثير ممكن الواحد يسويها، وأتوقع كثير من الفعاليات ممكن إنها تقام هناك، الحفلات الغنائية والاستعراضية وغيرها، فكلنا متحمسين لافتتاح البوليفارد اليوم. في خبر